هيئة الأرصاد بتتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. يا صباح الخير والسعادة يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، أخبار الجو إيه النهاردة؟ احنا طبعا عندنا استقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير، وخاصه في المحافظات الشماليه. ما زالت قيم درجات الحراره تعتبر اعلى من المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه بحوالي من درجه لدرجتين، واللي بتتراوح عظمى على القاهره الكبرى 36 الى 37 درجه مئويه خلال فتره النهار، ما فيهاش اختلاف كبير عن الايام الماضيه. فبالتالي ما زلنا كمان بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائيه معظمه قادم من على البحر المتوسط، وطبعا محمل بكميات كبيره من بخار الميه، فنسب الرطوبه كمان مرتفعه بشكل كبير. نسب الرطوبه تتجاوز ال 95% في الاماكن الساحليه. 95%؟ عاليه قوي. عاليه بشكل كبير. القاهره الكبرى من 80 ل 85%، القاهره الكبرى والوجه البحري. فنسب الرطوبه المرتفعه هي اللي بتخلينا نحس ان قيم درجات الحراره عاليه بشكل كبير. يعني بتجعل قيمه درجه الحراره المحسوسه اليوم من 39 الى 40 درجه مئويه. مع انها 37 صح كده؟ معنا 37 بالضبط، المتوقع اليوم 37 درجة مئوية. عشان كده احنا بنقول الطقس ما زال طقس شديدة الحرارة رطب فترة النهار في معظم المحافظات الداخلية من الوجه البحري للقاهرة الكبرى لمحافظات الصعيد، ما عدا السواحل الشمالية اللي هي بتكون الأعلى في نسب الرطوبة لكن الأقل في قيم درجات الحرارة المسجلة. يعني احنا عظمى فترة النهار 32 درجة مئوية مع قيمة درجة الحرارة المحسوسة 35 ل 36 درجة مئوية، فهي الأقل أيضا في قيم درجات الحرارة المحسوسة. فأجواءها بتكون أجواء حارة رطبة فترة النهار، وتحديدا كمان بيكون في وقت الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس أكيد بيكون في انخفاض قيم درجات الحرارة، لكن عظمة الرطوبة بتكون فترة الليل. وكمان أنا عندي اعتدال أو هدوء في سرعات الرياح في معظم الأماكن. اعتدال سرعات الرياح وخاصة في بعض الأماكن يؤدي لإحساسنا بمزيد من الارتفاع في قيم درجات الحرارة، ومزيد من إحساسنا كمان بوجود نسب رطوبة في الجو. عشان كده فترات الليل هي أجواء مائلة للحرارة رطبة في معظم محافظات البخارية. كمان الشبورة المائية أصبحت معنا شبورة مائية مؤثرة في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، وبتأدي طبعا لانخفاض في الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. بتأثر على الرؤية الأفقية لكن ما بتأثرش على حركة المرور بشكل كبير، وسرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. يعني احنا نقدر نقول الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية بتختفي، الرؤية الأفقية على الطرق بتتحسن بشكل كبير. كمان عندنا اعتدال في سرعات الرياح في معظم المحافظات، وايضا اعتدال في سرعات الرياح على البحار. البحر الاحمر والبحر المتوسط معتدلين، سرعات الرياح لا تتجاوز 30 كيلومتر على الساعه، فايضا ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر. البحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. فرص الامطار مستمره معانا في محافظات الجنوب، يمكن شاهدناها بالامس في بعض الاماكن من اسوان ومناطق من ابو سمبل امطار، وكمان اتربة ورمال مصاره مستمر معانا اليوم وحتى منتصف الاسبوع ان شاء الله. فرص الامطار ما بين خفيفه الى متوسطه، واللي ممكن تكون رعديه احيانا، بالاضافه كمان استمراريه سقوط الامطار والطبيعه الجغرافيه والجبليه في بعض الاماكن من محافظات الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر ممكن احيانا تؤدي لتشكل بعض السيول. الامطار موجوده بشكل دقيق على بعض الاماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب، شلاتين، راس بناس، مرسى علم، مناطق كمان من جنوب الصعيد زي ابو سمبل، اسوان، الاقصر، قنا، محافظه الوادي الجديد. وطبعا عشان هي امطار رعديه ممكن يصاحبها نشاط للرياح المثير للرمال والاتربه، فاحنا كمان ممكن في الاماكن دي نلاقي اتربه ورمال مصاره تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه. لكن الامطار موجوده بس في المناطق الجنوبيه نتيجه طبعا ارتفاع او تذبذب الحزام المداري المسبب للامطار الموسميه على منابع النيل. الحزام ده موجود في شمال السودان، فبالتالي بيأثر علينا بامطار اقل طبعا من اللي بتسقط في السودان، لكن المحافظات الشماليه مش هتتاثر تماما بالامطار. يعني احنا الحمد لله في استقرار تام
تام في الاحوال الجويه في المحافظات الشماليه، الامطار فقط في محافظات الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر. زي ما قلنا هي مكمله معانا على الاقل لمنتصف الاسبوع ان شاء الله، يمكن لحد يوم الاربعاء الامطار مكمله معانا، فلازم ناخد احتياطاتنا بقدر الامكان وخاصه في الاماكن اللي فيها محرات سيول، لان متوقع تشكل بعض السيول. المواطنين لازم ياخدوا بالهم من حذرهم بقدر الامكان، وتكون القياده في هدوء تام على اغلب الطرق مع انخفاض الرؤيه الافقيه مع الامطار او حتى الاسربه والرمال المثاره، ونبتعد اثناء سقوط الامطار عن اعمده الاناره واكشاف الكهرباء والواح الاعناس المعدنيه. المحافظات الشماليه زي ما قلنا مستقره بشكل كبير، مش هنلاقي تغير على مدار هذا الاسبوع في قيم درجات الحراره، يعني العظمى فتره النهار على القاهره الكبرى هتظل ما بين 36 37 درجه مئويه. بعض الايام اللي هيكون فيها نشاط في الرياح في فترات المساء او ساعات الليل ممكن ده اللي يخلينا نحس ان نسب الرطوبه اقل، لكن ما فيش اختلاف كبير. بناكد ثاني ان كل قيم درجات الحراره اللي احنا بنقولها في الظل اذا كان محسوسه او مقاسه، فلازم كمان بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في الفترات الظهيره، وتحديدا من 12 الظهر ل 4 5 العصر، ونتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ونستمر في المتابعه الجيده للنشرات الجويه. نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وأكيد نصائح مهمة جدا خاصة في ظل الموجة الحارة اللي بتشهدها البلاد حاليا. تعالوا مع بعض كده دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات. متوقع القاهرة تكون العظمى فيها 37 والصغرى 27 والعاصمة الإدارية 38 26، اسكندرية 33 25، العالمين الجديدة 32 24، مطروح 31 25، دمياط 33 26، بورسعيد 33 27، والاسماعيليه 38 25، السويس 38 25، والعريش 34 24، اما كاترين 31 17، وطابه 36 25، حلايب 36 29، وشلاتين 40 31، شرم الشيخ 39 30، والغردقه 40 30. الفيوم العظمى فيها 39 والصغرى هتكون 24، وبني سويف 39 25، اما الوادي الجديد 43 24، واسيوط 42 25، سوهاج 42 26، وقنا 44 27، الاقصر 44 28، واسوان 44 29. ودي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده معانا في القاهره وفي المحافظات، وطبعا زي ما سمعنا نصائح هامه جدا لازم ناخد بيها من هيئه الارصاد الجويه. دلوقتي عوده مره تانية لمحمد والهبه عشان نتابع فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هالة. شكرا يا محمد.